المغربي وعلى المرأة الأمازيغية، وهذه جاتني فرصة باش نشارك مع المهرجان ديال الأمازيغ. يعني بالنسبة للتجربة ديالكم في هذا المجال ديال الفن التشكيلي، يعني البدايات ديالو تقريبا؟ البدايات كان ملي كانت عندي العمر 10 سنين، يعني كان ربما أقل، يعني كانت الأم ديالي اللي اكتشفت الموهبة ديالي، ومن بعد تطورت. إذا جينا تناولوا الألوان اللي اعتمدت عليها، ومن ناحية كان كنلاحظوا الضوء في يعني اللوحات تقريبا. اللوحات تلقى الألوان ديال التراث المغربي، نعم، لي بيجو ديال المرأة المغربية، دائما تلقى الألوان ديال لي بيجو بربير، يعني كاينين هذوك الألوان اللي كتشوفوا اللوحات. كيفاش كتشوفوا الفن التشكيلي يعني في المغرب؟ الفن التشكيلي يعني تطور هنا في المغرب الحمد لله، يعني ولاو المغاربه ولاو كيهتموا بزاف بالفن التشكيلي. نقدروا نقولوا نجات اخت الفنانه المقتدره نجات انها عصاميه او انها تمدرست في المدارس؟ لا، عصاميه كي قلت لك، يعني من الصغر ديالي، نعم. يعني عملت انفورماسيون ولكن كانت سر باش نزيد نعرف تقنيه. اذا مزيدا من الاستحقاقات والعمل الفني، تبارك الله عليك الاخت نجات، في امان الله. إذن بعض الشروحات تقدم للوفود التي جاءت الآن لحضور حفل هذا الافتتاح، باش نشدك معاهم. أيها المنظورين، 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 أيها المنظورين،